صلى الله عليه وسلم. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. سلام کرتے گافت الواجب کروں تو ماں تا دے لما لما نبتے وزید فی صلاة الحضر صلاة کو گنتی جی رنی دامے اورتا دے امبر لے کرتے گزی خوف فی نامے گلا تھے رکاتن جے رکات رکات کرتے فی الخوف گزی خوف رکات کر دے بھی دے ہاں یہ گزی سفر اللہ ماتا دے ماتا دے ہفتے مو کرتے گزی حضرہ گزی خوف فی رکات رکات کرتا دے رکات سن کرتے مال امام امام جی رکات کمرے مطلب خوفت کو تدنی اللہ امید چورا ہاں جاتے باب الجمعة. أمك روح سارة روح سان كرتة وانه خنسين كرتة روح سان كيبل روح سارة بيجي كيبل أقوي ملتو باتن كواب سود نبجرا يجوا نوان يا أقوي خوف في راس كواب سود نبجرا يجوا أدري تون بيجي كسر مدا وما تون نبي ياليا وري غري نقوي ملتو بينو ما غير قوي تون نمبر باجس نلا يب كرتة ربي نجارة أنتو دا روح سو كما يب أنتو دا أزايم أكون واجب دلوقو جارة تدي وار روح سارة سنيبو دلوقو جارة دا أنا نقوي ملتو بانا قوي تورا كواب سارة تورا أفضل يجوا هاي ہاں جی تے آئیے مغرب نہیں تو مغرب مغرب سلاد گاؤ سو سلاد روبائیا آئیے باب الجمعۃ عذاب کتاب الجمعۃ و کتاب حدیث الجمعۃ تو بتنجے عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ان رجالا يوم الجمعه عبد الله يابن سبوي ويا ترباني رحر چاوي وقد خص الله به المسلمين هم قلت يا رب المسلم تو تتين في الرايغا ورغت دراتين في الدجين سان ويا جمعه عبد الله ربي نفخاي نال نال ما جي اخرنا السابقون اجو سام لمن تبع لنا خلونا نزور تنيرني نبوده دي من ويا خين يوم دغون سبتي خون ادغنا نبوده من جنو درد خلونا بودر ربي درن انسي اي يا جمعه نور نوران أن رجالاً تماروا في من يا جماعة نقيس جواهد دو تهسي جواهد دو تو تاسي هذا بيلين خيسة أمي أقسم أقول لك يا ما خيسة تو تاسي جنة تلو جيوم سن سين جيوم خيسة أبي سيا جواهد دو نكا خيسة تهسي فودرات جنال لك جيوم خنا تاتي يا ما لين ما جيت سالي مصاد سادي رضي الله عنهما أن رجالاً تماروا في من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقرته ما ولف المن جقرته من بر نبي غنا خيسة ولف المن من يعود هو إسراء دلقة منه مخاكم إسراء دلقة منه جو قيسة تيغة تمارو تجادل والمرنة من الشيء من بريج إسراء دلقة منه مخاكم إسراء دلقة منه رتي قال سهل بن سعد 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 بن سعد كوني جيدوا من طرفاء الغابة طرفاء الغابة جون قتي قاتل إسراء دلقة منه طرفاء شجرة يشبول أسل وانا قرتي مخو قاتل فا قاتل إلا أن الأسل عازو منه آية وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل رسول قدس نجرين قرين ماجته قام عليه نبي جي درنے دابت دبئے اکبر و اکبر الناس وراءه اللہ اکبر جی من سے بودا اللہ اکبر جی نجانی وعلى المنبر حال منبر لجرونی لتے جو منبر لتے لتے تے سم رکا اگن اچور رکو گو دے فنزل القحقر جو نچ رائب دوب دے بے گبوے گا کرتے سجود نساب تو بے حتا سجد تسجد امتا حرکان حرکان تی کون سلاتم پر لیستی چوب دے مگا مالا ممبر رتی رتی دی اچیو او دوکو سجود دی ممبر رو دو دیوے گا بوی سجود دی جو وہاں یا فی اصل ممبر ہے چون اصلی کرتی ممبر آتی جلتی کا سجود دی جو دے ساتے سمع آدھا ثم سجد في اصل المنبر اصل المنبر قد منبر جل سجوده اكثروا اجوب سجود نساب بوف من مجاو ثم عاد اغن حتى فرغ حتى اما ست ديبي كصلاه في توت كصوت اجرو ديبي كصلاه في ديجو اخر صلاته وغرتي ان صلاه ذات غرا ودت تيجو ثم قبل ثم قبل على الناس صلاه انما رتت غرا صلاه ودت تي فقال ني فقال يا ايها الناس انما صنعت هذا كن غرتي دلغي سينغرسي سيف لتاتموا بي كن غرتي ما دنتي دتني ولتا علموا صلاتي وفي لفظ فصلى صلاته وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة اما حرکانے تے کانہ کانہ صلاۃ نمبر لے سکتے کب در سکون ابدو سکون حرکانے تے کانہ کانہ صلاۃ نمبر لے سکتے چورا دے مگر تے
amma garte kan rabrat ten yasra oni wonu mari garte man dana tabawus garte man dana jawaz irtifai imam al mamun imam namar rat kashu ol fura mo ni jira hajati sam bersisu onno ni yina kono sayara ol boy salatu malebe kana salatena rabrat ten ni argitini laltani ragawat ten ni kata ten salatu kefiya salata ba kisa bersisu yo Efeilam juga kulih hajat ini, juga kerugian mau kerja. Hajar tinggi, ane akasiti albani gitu, ini salah tu. Pernah bersih utara tu melihat ini bermaya itu. Izam berjulur kau memperoleh kuman nafi makam ini arfa, makam ini biar curah jira. Bukan saya yang kerja alfuram tu dah tenda, apa tinggi ada. Ini kulilin kerja, tadi bawa itu ini ada tu, ini betapa. Arakan itu, salah tu mau kerugian. Juga mau arakan itu kau dah tahu mangkau itu. Jawab tu arakan itu ia sirah hajat ini, nana itu salah salah itu darat itu. Amal lekari tu nabi jadi timur pasca uji untuk kaya tu. Nabi jadi amal lekari tu hal beri dah nombor situ rasul rawan naji tu. Salah tu kata nama salah tu nombor nombor situ salah salah tu ni rejo. Salah tu sunnah tu salah tu nombor situ perti tu tentang sunnah mungkin nama salah tu nombor situ rawak. Nama salah tu nombor situ salah tu ni rejo. Ayah. Kolfuram tu remam ni jira. Bukan kolfuram tu ni mana wiji ni kat salah tu nombor situ rawak cerita dapat eh. Karena kerja karena الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل فليغتسل دفن ونفرسن هاري كتوي صلاة الجمعة هاري كتوي ودوم الجمعة واجب قال كل مسلم واجب كرتي كتوي رزقتي نم كرتي بلغون ترى تلك كتوي دركم دركم كرتي سنة مؤكدة جنين كاماري بينا رواية براتي ما جينا من كرتي تودا فبيا Fani Ahmad jaga kerja dua dua tiga atau empat tiga tiga kerja rumah tadi ya cuma jadi tuh wajib sama aja yang kerja sunnah tu mukadara sunnah ramu sunnah jauh itu. Kalau zaman kami kerja bukan untuk tuol kuat, orang ini kawan sahaja kerja itu orang kuat ya nisbah sahaja ni buat jumaat tadi itu. Mana aja teh? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Usaha jumaat ilah istiwa bagi kerja wajib no kayu wajib. Mustahil ini berarti si mantap ada jumaat jumaat itu fahamnya ni Ahmad. Orang kesal pun khusus Abdul riwayat kerja tan sana kanan sehari bukan ni bukan ni jauh. واجب ما سيرا غير سنة مؤكدة ديس نيجو أي جاء رجل ما شو جاء متي ما فهم جاء يجيب الخصل على من له أربعون جاء واجب ما بكرة تابيسوس نسبة نمغيري تين نمغر كافور يكونوا نمغون خا دلقة ونافا دلقة جرام دلقة ونا دلقة ونافا دلقة بكرة تابيسوس ده خكاريس نسبة ساتين Jadi kalau tuh dikemat ada, orang itu tak jadi. Jom kerjanya, mana kumpul kolgi ni, mana diwan ada. Nisbahnya macam ni tu wajib umur jadi. Nisbahnya berada ni mana? Sunnah mu akad ada, cura ada berita je. Mana je teh? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Ayeh. Ja rajulun. Mana je teh? Ja rajulun. Biar rajulun kurban tu kau ni tu ve. Allahu alaihi wasallam. Hal Nabi ya tuh ve. Jom lembu kursi biru ni ve. Juga jom marah Nabi ya lembu kursi biru ni ve. Ti fakala. Nabi ni je. Kau salat je. Kala la. La kisunna rambu ni je nan. Fakum. Abu khair kala masalah je ni. Kala biar dia fasal dia rakaat je ni. Farka aje cuhana tu fasal dia cuh. Rukuk rukuk dia cuhana fasal dia cuh. Tiap hari macam cuhana banyak sih teh. Nanti kau yang jumaat kerja, kau lebih kerja. Rakaat masalah tu berbaju saya jo. Asal lagi kerja malu, kerja kerja malu. Kau ni terlalu maaf. Iman dah kalau majid awal khati ibu yaitu. Mau kerja khati mau kerja. Kursi juru sendiri. Kau baru lagi betul betul. Isi ni salat. Salat sunnah ke salat tu kau betul juru guru. Salat cuma dia lagi betul. Eh, pasal apa? Jadi Muhammad tu kerja malu. Ilan dalam masyarakat kalau salat tu sendiri biasa jadi saya jaga kum fali. Hasilat tu je. Kau baru ibu tu salat tu. Terlalu fikir sama dia lagi betul juru. Wajabul Mustajibun li salat yang rahat dibaca di mana nazarin hadis ini mukhasisan itu ada di nukum kerjanya khasam. Wajah kurir kunoan fasta mewalu masih tuan sini mukai sabeh jiraja juga. Wali mahu waktu bukan jarak kata ini. Tanah bukan jatuh wali jatuh jauh fima. Agak waktu semua salat ada resu mesti agak waktu jiraja jiraja. Kau tu baju mungkin lagi betul berbaca sahaja. Mula mula urusan ini sunnah salat berbaca sahaja. Kau mula imam ini mahu bisu nubatan dan hati semua mahu bisu nubatan desa itu lah. Imam ini nasihat sama itu. Imam ini tu bisu ni entah nama. Akak semua hati siapa orang kau jono ni. Kau tu baru lagi baca tu mas. Siapa asli bani? Akak pas de. Kau jono ni. Ayeh, nama bila tu bisu ni orang kau mana? Jangan ni. Kau tu baru fit orang tu murah lagi. Jadi. Kau tu baru. Okus kau tu murah lagi. Selatan tu sudah berapa? Okus entah apa.
salaatu khana warid fardina ka sinda barre cidura yoro ga wajjoot aye jabir radiyallahu anhu qala wal yata wajjawaz ja bar gawab siya salaatu aye de kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabiyyin ta yaqtubu khutbatayn khutbala magur nabiyyin o qaimun wa qaimun arada batun ya jo yafsilu bayna wa bijulusin khutbat ani gurun yute jo de maga khutwa mo khara batani gurane yiddutim mo garte haraba batani jo adi gotti gatani ya jo yiddute yafsilu bayna wa dabasa ya jun garte bijulusin yiddut gatani ya dabasa khutwala magur gur baje takol dabani jina bani lamagur gabani amma gurte yiddut gatani wa dabatani te samani gurane jo ah asira no no mari karte khutba lo waqi sa to shart to shartar li sehat ya jangar de har tiya karte so istiwa ke amil khatib ul khutba de ne mazhab cha be wujul ke amil yani yo imam tije na waya ote dirko ra ba jugo wajan istiwa julus ye chul ye sir be ul khutba de yiddu gata o na istiwa ba o jo badul ulama wal jumhur ala no sunnatullah wajib jumhur mo karte yiddu gata o san sunna wale wajib ju wajib amil ye chure jene aya un de wazil lafz allazi zakar ul musannif ulama ke wale ma ye de ne ani timal de jemal dalabu eh koita galisan sam mal dalaga imani onni garani onni garani ye tarawa harwa tawajela manyo eh manni thaira ge fatwa mal dalaga asta asta farwa ri aiduti angane agari jero devo duai gori aiduti farwa duti tinjuro mene ala sawo eh enno is farwa gori sinjemi enno is farwa gori sinjeno ore si ara kongo iduti ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت ويا غرتي جتي غرمه خطبه خستي غرتي نمان اسيوته والامام قال امام غرسن جرونجو فقد لغوتي جون غرتي وارچي مل دبتي جو كلا باتلاي جو وام بكسن مل وام بكسن مناسبه كون دبتي جرتي امو مل لغا ولاد جمعه لغا جو تو دايبا انا غرتي സാബനി സിറായിരത്തെ പോലെ ജുമാനും പതേജുറാമതി സാബനി ഖൈറുലേക്കും മാലിയേക്കും മുഖതന്നെ അത് നാമസ് നാമസ് ലബ്ദേക്കത്തെ പൊതുവാനും പറഞ്ഞു സാറ ഓസ് ഷാഖലും ഓസോ കരുത്തേവൻ ബിരാത്തി മെത്തി നമ്മൾ ഒസൂലിലെ തേച്ചുരാ നമ്മൾ ലഹേരത്തെ ജിത്തവരെ ചില ഹൈരി നമ്മൾ ജുരുത്തിലേ നമ്മൾ ഒസുജത്തിലെ ബർബാജി സഹിച്ചു ഇഷാറാ ഫാവി താത്തേവലെ അപ്പം അതിന് ദുബൈത്തു ബർബാജി പൊതുവാരകവും ബർബാജി സഹിച്ചു വൈഹോസ് ഉജുബുൽ ഇൻസാദ് എമ്മതിരിക്കാമോ ഖത്തീവരെ ഗൈഫത്തും ഗുയ ജുമാന تحريم الكلام على سماع الخطبه وانه منافي للمقام بكسن خطبه غرتي ويا جماعه وانا اركچون سبب دي اركچون خطبه دغه فتو غنا وجي ودي دايج ثم انست فدغه فتو جامع دغه فتو غنا وجيني فدي ويا تربان دكان ويا وني حركه سن سنين جودان قد لغوتن صدرك صدرك دي سنين دج ما جتني نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه سانغا وسامن بين ذنامتي يروى جمله سان مغاوس سان كان وانجل توجو تكمل تتكلم ان كانما قرب كبشن كانما قرت غاو ونو فرما وكانو قرت من تن هولا غاو غاف قوس دغتي ومن راح في الساعه الرابعه كانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر دران غاملكان ولا يتيمر ولا راهو جتيمي ഉളാരനോ വരസയിർത്തി ഉഗ്ഗാമോ ഇമാമിനെ സേനിതാൻ കൽമീസാനി മഗ ഔ കൽമീസാനി മരണീതി ഒർസേനനി സംബോധന നടി കൽമീസിഞ്ഞു രഞ്ഞു ആയേ ദുരാംഗ ദുരാംഗ കൽമീസ് കൽമീസാ കൽമീസാ ജിരൻഗ
ايغي اول فينا نتكلم ميسنجو ديال الوالي خطبه ديال مدني اتكلمي ورونا ورواسه ديال سانغي ديال تاجو سلامه بن الاكوع رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجره ان يرد ورجع الشجره الى النبي ادي قدر رات هذا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجمعه صلاه الجمعه ويروكم صلاه الجمعه يرون سيروا بزوري دي شجره جرت ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء يرون سلاد يجوزو كرته دون أشين كون نجيل نيجو. كتمنى كون مالا آخر وقت سلاد الجمعة وآخر وقت سلاد لا وقت سلاد الزوري زوري جتوك مختلف في بداية بقى سارة ولا بن يرون جل كبسا يرون زوري جل كبد موي كدر جل كبوني دندامار ولا ما فزاب لا يمتو سلاد لا نوقتا يبدو بزوال الشمس كون زوري دي جنوا يري سنة زين. مسلي الله ذلك بدل من مراه البخاري وقال رسول الله يسلي الجمعة حين تميل الشمس وما دون زوال تبو ده قال يجورا إمام أحمد ما مال جكرته إلى دخول يوقت بقدر يوقت دخول سلاد العيد كنما رايغلون متاجي ني هيرو ساعه ايدا وسته لالا ذلك بدلت من الروايه الاولى في هذا الباب دي دراسه كرته قاعد زينجيرو حجو خنا قبدي دراسه ماجي قاعد زينجيرو يامري هذا زينجيرو سن قبدي جو ان رسول الله كان يسلم الجمعه ثم نذهب الى جمالنا ايانا فنريها حتى تزول الشمس وجود قول الجمهور تاويل الذي الحديث بعيد والحكم قالوا شوكان بن روتر ولا مجال التاويل المتاسب التي تقول الجمهور يوم الحديث من صلى الجمعه بعد الزوال لا ايام في الجواز قبل وجو الا ولا ولا بدل الصلاه بعد الزوال رجال الصلاه يكم غرتي زوري زوال الصلاه يور مزوري تجني بكزوري بيمر وكمزوري بيرون سير مزوري تجلين الغالب من فين النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوقت الموجود مو عليه غرق ولي غرق غرق ملا يكون سماع جت يوغرتك أوقف عن همات ملا يوقف عن همات ملا كمزوري تبودا سوني زندام أيجوا أيه لكن دورسني سلام الله أيه دورسني شو كيسون وري غرينا كايما ما أمد فا دورتي دون زوال دوري يغرون زندام أيه موجوري يرمزوري تيجوا زوال تيجا لا زلين كويجون قاعد يزود دان كويجون ملا قاعد يزود تين كويجون كانوا جا وليس عندهم زلون نبي أيه أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم هل أتى على الإنسان سورة كهف ركعت وكيف تمال كرا اگر تو کوئی ختان کرے سرا تو کوئی ختان کرائے جو سب بھی سورہ بھی کافی ہو رہا تھا